يا مساء الفل على حضراتكم ويوم السوبر، ويا ترى الكاس النهارده لمين؟ بصبغه مصريه خالصه تقام في 9 مساء اليوم مباراه السوبر او كاس السوبر الافريقي بين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك بالرياض على ملعب المملكه ارينا بالمملكه العربيه السعوديه. في مواجهه لن تخلو من الاثاره والمتعه الكرويه وسط ترقب الملايين، قارة أفريقيا كلها بالكامل تترقب والوطن العربي عبر الشاشات وفي حضور الآلاف بأرضية الملعب. النهاردة مباراة من يعني بأجواء خاصة ومشاعر مختلفة، وبتتجدد المشاعر مرة أخرى بعد نهائي القرن الشهير، وطبعا اللي انتهى لصالح النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد. تشكيل الاهلي المتوقع النهارده امام الزمالك في كاس السوبر الافريقي: حارس في حراسه المرمى محمد الشناوي، وفي خط الدفاع محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ويحيى عطيه الله، اما في خط النص امام عاشور، مروان عطيه، اكرم توفيق، وفي خط الهجوم بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام ابو علي. والحقيقه انه تشكيل متوقع، وهو اللي يعني اللي دايما الاهلي يعني الشكل العام لتشكيل الاهلي هو اللي انا قلته لحضراتكم. اما بقى تشكيل الزمالك ففي حراسه المرمى محمد عواد، وفي خط الدفاع عمر جابر وحمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي. في خط الوسط امال عريضه تعقد على عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك الحالي ونجم نادي الاهلي السابق، وبجانبه نبيل عماد دونجا وناصر ماهر، وفي خط الهجوم احمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري. الحقيقه انه طبعا يمكن لو في بعض المفاجآت في هذا التشكيل او التشكيل المتوقع تحديدا، فهو في حراسه مرمى نادي الزمالك في ازمه حصلت في الساعات الاخيره مع محمد صبحي، وترى صبحي ولا عواد، ولكن في الاخير عواد هو اللي هيحرس عرين القلعه البيضاء في المباراه اليوم. والنهارده كل الناس بتقول يا رب، سواء كانوا أهلاوية أو زملكاوية، ولسه مستمرين مع حضراتكم في تغطيات مختلفة على مدار اليوم في تلفزيون اليوم السابع. خليكم معانا على مدار اليوم، إن شاء الله كل الأخبار والحصريات هتكون معانا في تلفزيون اليوم السابع. اوعوا تروحوا في أي حتة.